غزل ترك ابنة الفنانة دنيا بطمة الكبرى تبدع في الرقص الإسباني. إليكم التفاصيل. منذ دخول الفنانة دنيا بطمة السجن تحرص شقيقتها ابتسام وإيمان بطمة على تفعيل صفحتها الرسمية على الانستغرام من خلال نشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو تظهر طفلتيها غزل وليلى روز في مختلف المناسبات العائلية أو المدرسية. ونشرت على صفحة دنيا بطمة مقاطع فيديو وصور لغزال ترتدي الملابس التقليدية إسبانية وترقص بحرفية عالية مع زميلها على المسرح، وبدت في غاية الجمال والأناقة باللون الأحمر، وظهر مدى اهتمام خالتها بها وبفرحها وحرصهن الدائم على تعويض عن غياب أمها بمنحها وشقيقتها الوقت الكافي والعناية لحين معانقة والدتهما الحرية. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور متمنين لدنيا الخروج من السجن قريبا ولقاء بناتها وتعويضهن عن الوقت الذي غابت عنهما فيه. أن طليق دنيا بطمة البحريني محمد الترك دائما ما يطلق تهديدات بمقاضاة شقيقات طليقته لنشرهما صور بناته ومطالبتهما بالتوقف عن نشر الصور لأنهن يتجاهلن كلامه ويحرصن على نشر الصور في كل المناسبات.